السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني والأخير من موضوع عدم تحمل اللاكتوز، حيث يعد عدم تحمل اللاكتوز حالة شائعة ناتجة عن انخفاض القدرة على هضم اللاكتوز، وهو سكر موجود في منتجات الألبان. لكن في البداية أخي المحترم الكريم، إذا لم تكن مشتركا في القناة فضلا وليس أمرا، أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. أرجو لكم متابعة شيقة فتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. يختلف عدم تحمل اللاكتوز عن حساسية الحليب، والتي هي استجابة مناعية لبروتينات حليب الأبقار. يمكن تمييزها في التشخيص بإعطاء حليب خالي من اللاكتوز، ولا تظهر أي أعراض في حالة عدم تحمل اللاكتوز، ولكنها تظهر نفس ردة الفعل تجاه الحليب الطبيعي. في حالة وجود الحساسية من الحليب، ممكن لأي شخص أن يكون لديه كلا الحالتين، بمعنى عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الحليب. إذا كان من الضروري التأكد من ذلك، تتوفر 4 اختبارات. أولا، اختبار تنفس الهيدروجين، هيدروجين بريثينج تيست. في اختبار تنفس الهيدروجين يتم ابتلاع 25 جراما من اللاكتوز مذاب في محلول مائي، وذلك بعد الصيام طوال الليل، وهو دق اختبار عدم تحمل اللاكتوز. إذا تعذر هضم اللاكتوز، فإن البكتيريا المعوية تستقلبه وتنتج الهيدروجين، والذي ينتج إلى جانبه غاز الميثان، حيث يمكن اكتشافه في نفس المريض عن طريق كروماتوغرافي غازي سريري، كلينيكال كروماتوغرافيا غاز، أو كاشف الحالة الصلبة المضغوط. يستغرق الاختبار حوالي 2.5 ساعة ليكتمل. إذا كانت مستويات الهيدروجين في أنفاس المريض مرتفعة، فإن المريض يعاني من عدم تحمل اللاكتوز. يتم إجراء هذا الاختبار عادة على الرضع والأطفال الصغار جدا، لأنه يمكن أن يسبب الإسهال الشديد لهم. الاختبار الثاني هو اختبار تحمل اللاكتوز، لاكتوز توليرانس تيست، بالتزامن مع قياس مستوى الجلوكوز في الدم. كل 10 إلى 15 دقيقة بعد ابتلاع اللاكتوز سيظهر منحنى مسطح لدى الأفراد الذين يعانون من سوء امتصاص اللاكتوز، في حين أن ثبات إنزيم اللاكتيز يكون له قمة كبيرة مع ارتفاع النموذجي من 50% إلى 100% في غضون 1 إلى 2 ساعة. ومع ذلك، نظرا للحاجة إلى أخذ عينات الدم بشكل متكرر، فقد تم استبدال هذا النهج إلى حد كبير باختبار التنفس. يتم هذا الاختبار بعد الصيام طوال الليل، حيث يتم سحب الدم وابتلاع 50 جراما من اللاكتوز المذاب في محلول مائي، ثم يسحب الدم مرة أخرى عند علامات 30 دقيقة وساعة وساعتين وثلاث ساعات. إذا تعذر هضم الحليب أو حليب اللاكتوز، سترتفع مستوياته الجلوكوز في الدم بأقل من 20 ميلي جراما لكل ديسيلتر. الاختبار الثالث فهو اختبار حموضة البراز، ستول أسيديتي تيست. يمكن استخدام هذا الاختبار لتشخيص عدم تحمل اللاكتوز عند الرضع، حيث تكون أشكال الاختبار الأخرى محفوفة بالمخاطر أو غير عملية، حيث يعطى الرضيع اللاكتوز ليشربه. إذا كان الفرد متقبلا، فيتم هضم اللاكتوز وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة، وإلا فإنه لا يهضم ويمتص ويصل إلى القولون. سبب البكتيريا الموجودة في القولون الممزوجة مع اللاكتوز حموضة البراز. يتم اختبار مستوى الحموضة في البراز بعد تناول اللاكتوز. إذا كان البراز حمضيا، فإن الرضيع لا يتحمل اللاكتوز، حيث تكون درجة الحموضة أو pH البراز في حالة عدم تحمل اللاكتوز أقل من 5.5. الاختبار الرابع هو خزعة الأمعاء، انتستين البيبسي، حيث يجب أن تؤكد الخزعة المعوية، نقص إنزيم اللاكتيز بعد اكتشاف ارتفاع الهيدروجين في اختبار التنفس بالهيدروجين، حيث مكنت التقنيات الحديثة من اختبار وإجراء اختبار بيدسايد وتحديد وجود إنزيم اللاكتيز في أدوات التنظير الهضمي العلوي. ومع ذلك، بالنسبة للتطبيقات البحثية مثل قياسات الـ RNAM، يلزم وجود مختبر متخصص. الاختبار الخامس هو كروماتوغرافيا السكر في البراز، ستول شوغر كروماتوغرافي. ممكن استخدام الفصل اللوني أو الكروماتوغرافيا لفصل السكريات غير المهضومة الموجودة في البراز والتعرف عليها، على الرغم من إمكانية اكتشاف اللاكتوز في براز الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، إلا أن هذا الاختبار لا يعتبر موثوقاً بدرجة كافية لتشخيص أو استبعاد عدم تحمل اللاكتوز بشكل قطعي. يستخدم التشخيص الجيني الجينيتيك
ديجنوسي في تقييم عدم تحمل اللاكتوز، وقد تكون هذه الاختبارات الجينية مفيدة في تقييم ما إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز الأولي يرتبط استمرار نشاط إنزيم اللاكتيز عند البالغين بشكلين من الأشكال المتعددة أو بوليمورفيزم، وهي سي سلاج تي 13910 وجي سلاج A 22018، والموجود في جين الـ MCM6. يمكن الكشف عن هذه الأشكال المتعددة من خلال تقنيات البيولوجية الجزيئية Molecular Biology Techniques في الحمض النووي DNA المستخرج من عينات الدم أو اللعاب، وتتوفر مجموعات وراثية خاصة بهذا التشخيص. يتكون الإجراء من استخراج وتضخيم وتعديد الحمض النووي DNA من العينة بعد بروتوكول تهجين في شريط، يتم الحصول على الربطات الملونة كنتيجة نهائية، واعتمادا على التركيبات المختلفة سيكون من الممكن تحديد ما إذا كان المريض يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، حيث يسمح هذا الاختبار بالتشخيص النهائي غير الجراحي. عندما يكون عدم تحمل اللاكتوز من نوع نقص إنزيم اللاكتيز الثانوي، قد يؤدي على علاج المرض الأساسي إلى عودة نشاط إنزيم اللاكتيز إلى مستوياته الطبيعية. في الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية السيليك ديزيز، عادة ما يرجع عدم تحمل اللاكتوز أو يتحسن بعد عدة أشهر من بدء نظام غذائي خالي من الجلوتين الموجود في القمح والشعير، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى تقييد غذائي مؤقت من اللاكتوز. وقد تحدثنا في فيديو سابق عن حساسية القمح، نترك لكم رابطه في صندوق الوصف. لا يستطيع الأشخاص المصابون بنقص إنزيم اللاكتيز الأولي تعديل قدرة أجسامهم على إنتاج إنزيم اللاكتيز. في المجتمعات التي يكون فيها عدم تحمل اللاكتوز هو القاعدة، لا يعتبر حالة تتطلب العلاج. ومع ذلك، عندما تكون منتجات الألبان مكونا أكبر في النظام الغذائي العادي، قد يكون من المفيد بذل عدد من الجهود. هناك أربع مبادئ عامة في التعامل مع عدم تحمل اللاكتوز: تجنب اللاكتوز الغذائي أو استبداله للحفاظ على تناول المغذيات، وتنظيم تناول الكالسيوم، واستخدام بدائل الإنزيم أي إنزيم اللاكتيز. الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان من قبل الأفراد الذين يعانون من نقص اللاكتيز قد يقلل أيضا من أعراض عدم تحمل اللاكتوز من خلال تعزيز تكيف بكتيريا القولون. الطريقة الأساسية للتعامل مع أعراض عدم تحمل اللاكتوز هي الحد من تناول اللاكتوز إلى مستوى يمكن تحمله. الأفراد الذين يعانون من نقص إنزيم اللاكتيز يختلفون في كمية اللاكتوز التي يمكنهم تحملها، ويذكر البعض أن تحملهم يختلف من مرور الوقت اعتمادا على الحالة الصحية من الضعف والقوة، وكذا حالة الحمل في النساء الحوامل. ومع ذلك، كقاعدة عامة، الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم اللاكتيز الأولي البريمري لا توجد لديهم إصابات في الأمعاء الدقيقة. عادة ما يكونون قادرين على تناول ما لا يقل عن 12 جراما من اللاكتوز في كل جلسة دون أعراض أو مع أعراض خفيفة فقط، مع كميات أكبر ممكن تحملها إذا تم تناولها مع وجبة واحدة أو على مدار اليوم. أما الآن فدعونا نشاهد ونلاحظ مستويات اللاكتوز النموذجية في منتجات الألبان طبقا لوزارة الزراعة الأمريكية. الميلد ريجولار أو الحليب العادي، حجم التقديم أو سيرفينج سايز 250 ملي لكل جرام. محتوى اللاكتوز، لاكتوز كونتينس 12 جرام، نسبة اللاكتوز 4.8%. الميلك ريديوز فات، الحليب قليل الدسم، 250 ملي لكل جرام، حجم الحصة 13 جرام. اليوروت بلين لاو فات، زبادي سادة قليلة الدسم 200 جرام، 12 جرام حجم الحصة، إذن النسبة المئوية 6%. حليب جوبن شيدر، شيدر تشيز، الكمية 30 جرام، حجم الحصة 0.02 جرام، النسبة المئوية 0.7%. جوبن قريش، كوتيك تشيز، حجم الحصة
30 جرام، مستوى احتوى اللاكتوز حدود 0.1 جرام، النسبة المعوية للاكتوز 0.33 من 100%. الزبدة حجم الحصة 5 جرام، كمية اللاكتوز 0.3 من 100 جرام، النسبة المعوية 0.6%. الآيس كريم الحصة حوالي 50 جرام، 3 جرام حجم اللاكتوز في الآيس كريم، النسبة المعوية 6%. كما يوجد اللاكتوز بشكل أساسي في منتجات الألبان والتي تختلف في قيمة اللاكتوز التي تحتوي عليها. فمثلا الحليب، وطبقا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي حليب الأبقار غير المعالج على حوالي 4.7% من اللاكتوز، بينما حليب الماعز فيحتوي على 4.7%، أما حليب الضأن فيحتوي على 4.7 أيضا، أما حليب الجاموس فيحتوي على 4.86 من 100%. وحليب الياك يحتوي على 4.93%. أما القشدة الحامضة واللبن، إذا تم صنعهما بالطرق التقليدية قد يكون هذا مقبولا، ولكن معظم العلامات التجارية الحديثة تضيف مواد صلبة من الحليب. الزبدة، عملية صنع الزبدة تزول اللاكتوز إلى حد كبير، ولكنها لا تزال موجودة بكميات صغيرة. تحتوي الزبدة المصفاة على كميات ضئيلة من اللاكتوز. الزبادي، العصيات اللبنية واللاكتوباسيلس المستخدمة في إنتاج الزبادي تستقلب اللاكتوز بدرجات متفاوتة اعتمادا على نوع الزبادي. بعض البكتيريا الموجودة في الزبادي تنتج أيضا إنزيم اللاكتيز الخاص بها، مما يسهل عمليات الهضم في الأمعاء للأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. الجبن، التخمر يقلل أيضا من محتوى اللاكتوز في الجبن ويقلل من تقدم العمر وتلف المنتج. قد تحتوي الأجبان الصلبة والصناعات تقليديا على 10% فقط من اللاكتوز الموجود في حجم مكافئ من الحليب، ومع ذلك يمكن إنتاج الألبان المصنعة باستخدام عمليات لا تحتوي على نفس خصائص تقليل اللاكتوز. لا توجد طريقة موحدة لقياس محتوى اللاكتوز في الطعام. يختلف محتوى الألبان المعلن للمنتج أيضا وفقا لعمليات التصنيع وممارسات وضع العلامات، كما تختلف المصطلحات التجارية باختلاف اللغات والمناطق. نتيجة لذلك قد لا تكون الأرقام المطلقة لكمية اللاكتوز المستهلكة بالوزن موثوقة للغاية. منتجات كويشير الموسومة بريف أو فريشينج خالية من الحليب، ومع ذلك إذا كان الحرف دي لمنتجات الألبان موجودا بجوار الكي أو اليو أو غير ذلك من أشكال الهيلشخير المحاطة بدائرة، فمن المحتمل أن يحتوي المنتج الغذائي على مواد صلبة من الحليب. على الرغم من أنه قد تشير أيضا ببساطة إلى المنتج الذي تم إنتاجه من منتجات أخرى تحتوي على مشتقات الحليب. الحليب النباتي ومشتقاته مثل حليب الصويا وحليب الأرز وحليب اللوز وحليب جوز الهند وحليب البندق وحليب الشوفان وحليب القنف وحليب الميكاديميا وحليب الفول السوداني هي بطبيعتها خالية من اللاكتوز. غالبا ما تتوفر إصدارات من الأطعمة منخفضة اللاكتوز والخالية من اللاكتوز لتحل محل الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، عندما لا يكون تجنب اللاكتوز ممكنا أو في المناسبات التي يختار فيها الشخص تناول مثل هذه العناصر فيمكن استخدام مكملات اللاكتيز الإنزيمية. يمكن إنتاج إنزيمات اللاكتيز المشابهة لتلك التي يتم إنتاجها في الأمعاء الدقيقة للإنسان صناعيا عن طريق فطريات من جنس الرشاشيات الإسبرغيلز. يتوفر إنزيم بيتا جليكوسيديز في شكل أقراص بجرعات متنوعة في العديد من البلدان بدون وصفة طبية. يعمل بشكل جيد فقط في البيئات عالية الحموضة مثل تلك الموجودة في الأمعاء البشرية بسبب إضافة عصارات وإنزيمات المعدة. لسوء الحظ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الحمض إلى إفساده، لذلك لا ينبغي تناول هذا المكمل على معدة فارغة. أيضا يكون الإنزيم غير فعال إذا لم يصل إلى الأمعاء الدقيقة في الوقت الذي يصل فيه الطعام المسبب للمشاكل. يمكن الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تجربة كل من هذا التوقيت والجرعة لتتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
في حين أن نفس العملية تحدث وكأنها تحدث مثل هضم اللاكتوز المعوي الطبيعي، فإن المعالجة المباشرة للحليب تستخدم مجموعات متنوعة مختلفة من اللاكتيز المنتج صناعيا. يستغرق هذا الإنزيم البيتا جليكوسيديز الذي تنتجه الخميرة من جنس كولي فوروميسيس وقتا أطول بكثير للعمل، ويجب مزجه جيدا في مختلف أنحاء المنتج، ويتم تدميره حيث حتى في البيئات الحمضية الخفيفة. ويتمثل استخدامه الرئيسي في إنتاج منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز أو التي تحتوي على نسبة مختلفة من اللاكتوز والتي تباع في المتاجر الكبرى. يمكن أن يؤدي سنيلاك المنظم لأطعمة الألبان التي تحتوي على اللاكتوز إلى تعزيز تكيف بكتيريا القولون، مما يعزز الميكروبيوم المناسب، والذي يسمح للأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم اللاكتيز الأولي بتقبل عدم تحملهم واستهلاك المزيد من منتجات الألبان. يمكن أيضا التحكم في عدم تحمل اللاكتوز عن طريق تناول مزارع الزبادي الحية التي تحتوي على العصيات اللبنية واللاكتوباسيلس القادرة على هضم اللاكتوز الموجودة في منتجات الألبان الأخرى والتي تسمى زبادي الأكتيف. أنهينا بفضل الله وعونه هذا الموضوع المهم والذي قسمناه إلى جزئين ليسهل المتابعة والتحميل. تابعونا في حلقات مقبلة للمزيد من المعلومة المفيدة، ولكم جزيل الشكر والتقدير لحسن الإصغاء، والسلام عليكم.